السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ جالنا سؤال من احد متابعينا على قناة اليوتيوب بيسأل ازاي يحول من صورة لبي دي اف. فاحنا النهاردة هنتعلم ازاي نحول من صورة لبي دي اف او العكس صحيح، او من وورد لبي دي اف او العكس صحيح. ولو انت لسه جديد معانا في القناة ما تنساش تشترك في القناة دلوقتي، ولو انت معانا في القناة من الاول فاهلا بيك مرة تانية. والنهاردة هنستعرض 3 مواقع كويسين نقدر نحول بيهم من صيغة لأي صيغة تانية بكل سهولة. تعالوا نشوف. احنا دلوقتي عندنا فايل وورد، هنبدأ ناخد منه سكرين شوت، وليكن مثلا المنطقة دي. اوكي، قفلنا الفايل، دي الصورة اللي احنا اخدناها. دلوقتي الفايل ده قدامنا صورة مش وورد، احنا خدنا سكرين شوت منه. طيب بندوس دون خلاص. يجي احنا عندنا الثلاث مواقع، ده اول موقع وده تاني موقع وده تالت موقع. هنعمل التجربة على اول موقع منهم، وانا اوريدي بسيب لكم لينكات المواقع دي كلها في الديسكريبشن. بنقول choose file، اوكي سكرين شوت. دلوقتي اهي اللي خدناها، بعدين بقول له create pdf now، فبنعمل داونلود للفايل وليكن مثلا على الديسكتوب، بعدين نرجع تاني على الديسكتوب نلاقي الفايل نفس الفايل بي دي اف، الصورة اللي اخدناها حولناها لبي دي اف. طيب نطلع من هنا. انت زي ما قلنا تقدر تحول من اي صيغة لاي صيغة تانية، وليكن مثلا يعني انت عندك تقدر تحول من جي بي جي، من صورة لبي دي اف زي ما عملنا، من بي دي اف لصورة، من اكسل لبي دي اف، والعكس صحيح. تقدر تعمل اديت على الفايل البي دي اف اللي عندك من وورد لبي دي اف، من بي دي اف لوورد. فانا برضو بسيب لكم لينكات الثلاث مواقع دول في الديسكريبشن علشان تقدروا تتعمقوا فيهم وتقدروا انكم تشتغلوا عليهم بصورة كويسة. وبكده نبقى عرفنا ازاي بنحول اي فايل من اي صيغة لاي صيغة تانية بكل سهولة. وزي ما قلنا المواقع دي كلها مواقع بسيطة وبتدي لك ليميت معين في اليوم، ممكن يدي لك فايل 2 3 في اليوم تقدر تحولهم، وكل ده للفايلات اللي هي بسيطة. ده كان استعراض بسيط سريع علشان نقدر نرد على متابعينا اللي كانوا بيسألوا السؤال ده. شكرا جزيلا، ونتقابل في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.